بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرضه البرنامج الذي بث في قناة الجزيرة فيه شهود ليس من المعارضة وليسوا شهود عاديين. هؤلاء الشهود ينتمون إلى المؤسسة العسكرية التي يديرها النظام. هؤلاء الشهود منهم مستشار سابق إلى حاكم البحرين. هؤلاء الشهود هم قيادات في منظمات إرهابية، أحدهم استقبله حاكم البحرين وسعى للإفراج عنه من السعودية. هؤلاء الشهود فيهم إرهابيون تم التواصل معهم من قبل الأجهزة الأمنية وسفارة البحرين في باكستان، وقاموا بعمليات خارج حدود البحرين، وأدلوا بشهادات في اتجاهات مختلفة يجب أن يأخذ بها هذا العالم بشكل جدي، لأن هذه الشهادات اليوم تؤكد ما قالته وتقوله المعارضة، بل ما يعانيه أبناء شعب البحرين منذ 240 عام، وليس فقط منذ العام 2011. هذه الشهادات يجب أن ينتفض لها ما يسمى بالمجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة، ليتم التحقيق فيها ويتم أخذ الخطوات المناسبة من أجل حفظ الأمن والسلم في داخل البحرين بل على مستوى الإقليم. أول النقاط التي قدمها هذا البرنامج وبشهادة قائد من المؤسسة العسكرية التي يحكمها حمد عيسى آل خليفة هو أن النظام الحاكم في البحرين استخدم الجيش في مواجهة شعب سلمي أعزل، وهو ما أثبته في شهادته. أيضا أثبت هذا المسؤول العسكري الكبير أنه لم تكن هناك أسلحة لا في الدوار ولا في مستشفى السلمانية، واستخدام الجيش واستخدام السلاح في مواجهة شعب أعزل جاء من أجل إرهاب الناس، وليس هناك مبرر. النظام اختلق المبرر من أجل تسويق هذه الجريمة على المستوى الإعلامي ليقول أننا نواجه عنف ونواجه في ما بعد إرهاب. الشهادة الأخرى كانت من مسؤول في تنظيم القاعدة الذي قال بشكل واضح وصريح أن حاكم البحرين استقبله وقبل ذلك سعى للإفراج عنه، وأن هناك أجهزة أمنية تواصلت معه من أجل اغتيال شخصيات من المعارضة، ذكر منها الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله عنه. والدلائل والإثباتات أكثر من ذلك فيما تشير إلى استخدام النظام لعلاقته بالإرهاب سواء في الداخل البحريني أو في الخارج البحريني. في الداخل البحريني هناك مفردات يستخدمها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، هذه المفردات هي مفردات تستخدمها داعش. هناك كتب طبعتها المؤسسة العسكرية التي يحكمها حمد عيسى الخليفة، هذه الكتب هي أقرب وأعتقد بنسبة 100% إلى فكر وإلى عقيدة وإلى مفردات داعش. أيضا هذا النظام استخدم عناصر في بعض الأحيان كانوا نوابا وفي بعض الأحيان كانوا أفرادا عاديين، حتى وفي بعض الأحيان كانوا وزراء، حتى يدعم الإرهاب خارج حدود البحرين بما يناسب مصلحته السياسية، سواء في الجمهورية الإسلامية في إيران أو في الجمهورية العراقية أو في الجمهورية السورية. التخطيط لاغتيال الأستاذ عبد الوهاب حسين وبشهادة هذا المسؤول في القاعدة سبقه أيضا محاولة اغتيال الشيخ علي سلمان، سبقه أيضا العمل على تصفية رموز المعارضة في الداخل، والشاهد الواضح والصريح
هو منع الأستاذ حسن مشامع من العلاج ومن الدواء. سبقه منع أكبر مرجعية دينية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من العلاج ومن وصول الأطباء إليه، بل ومحاولة الهجوم بأجهزة أمنية لاقتحام منزله، ولا نعلم لو نجحوا في ذلك التوقيت هل كانوا سيخدمون على التصفية الجسدية لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أم لا. أيضا كان هناك تصفية لعضو الوفاق كريم فخراوي والصور شاهدة، تصفية إلى المدون زكريا العشيري في داخل المعتقلات والصور شاهدة، هناك هجوم على قيادات مختلفة في أزمان مختلفة، سواء هنا في لندن في أكثر من محاولة للهجوم على قيادات معارضة ونشطاء معارضين، أو في داخل البحرين، أو عبر اتصالات، أو عبر إرسال رسائل بصورة مباشرة وغير مباشرة للتهديد المباشر. دقيقتين بس. أيضا النظام وبشهادة هؤلاء استخدم الخطاب الطائفي في مواجهة أبناء شعب البحرين. المستشار السابق الذي تم استضافته في هذا البرنامج قال بشكل واضح أن النظام في البحرين يسعى إلى التغيير الديمغرافي في البحرين بما يخدم مصلحته السياسية. هناك مترتبات على هذا البرنامج نحن ونتائج نحن نضعها برسم المؤسسات الدولية وما يسمى بالمجتمع الدولي. أولا، فكرة الموالاة للنظام أصبحت هشة. هذا النظام لا يملك أي نوع من أنواع الشرعية. خطورة التركيبة والعقيدة الموجودة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، هناك تشريع من النظام لعقيدة الارتزاق ليس فقط في مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية، بل في المؤسسات الإعلامية والوزارات بشكل عام. النظام يستخدم بشكل رسمي الخطاب الطائفي. النظام لديه علاقة من أعلى سلطة في الهرم حاكم البحرين مع الأجهزة، مع المنظمات الإرهابية، ويستخدم ذلك لمواجهة المعارضة ولتهديد المعارضة وتصفيتهم. النظام أصبح خطرا على البحرين وعلى المستوى الإقليمي، وهناك خطر يتهدد آلاف المعتقلين الموجودين لدى النظام في المعتقلات وقيادات المعارضة سواء الموجودة في الداخل أو في الخارج. النظام يمثل خطرا داهما ليس فقط على البحرين واستقلالها وتاريخها ومستقبلها، بل النظام يمثل خطرا داهما على الاستقرار والأمن الإقليميين بل والدوليين، وعلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها. يعني واضح أن من تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كصديق أو كحليف لا يمسه القانون الدولي، وواضح اليوم أن العلاقة بين النظام الحاكم في البحرين تقترب بشكل أكبر وبخطوات متسارعة مع الكيان الصهيوني الغاصب لتأمين المزيد من الحماية. وبالتالي هل الجريمة ثابتة؟ نعم الجريمة ثابتة. هل يجب محاكمته؟ نعم يجب محاكمته. هل هناك شهود؟ نعم موجودين الشهود. السؤال هو هل تنصف أو هل تقبل المحكمة الدولية أو ما يسمى بالمجتمع الدولي هذه القضية؟ هل أن هذا المجتمع الدولي سيقف ليحاكم؟ يعني شوف بالدارج، لو كان غير حمد لرأينا الإعلام الدولي وكل محاكم أوروبا ومحاكم الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك لوضع حمد على قائمة الإرهاب ولمحاكمته ولتجميد الأصول التي يمتلكها سواء في لندن أو في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن واضح أن هناك حماية. ما نحتاجه اليوم هو تثبيت هذه المسألة، تحميل المسؤولية بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الأمم المتحدة، ومن ثم الذهاب إلى هذه الإجراءات التي أعتقد أننا لو ذهبنا إليها اليوم سنصرف المال دون تحقيق نتيجة، برغم وجود الشهود، برغم وجود الجريمة. لكن نحتاج إلى أن نهيئ الأرضية
لتكون هذه المحاكمة محاكمة حقيقية ويأخذ القانون مجراه بشكل حقيقي.